Now it's time for our daily Quran with Brother Mustafa Al Ali. Mustafa, assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. How are you this morning? Alhamdulillah. Great, great. Today, inshallah, we'll be going through Surah Al Baqarah, and that's chapter 2, verse 285. You're going to do of chapter of Surah Al Baqarah, right? Inshallah. Brilliant, brilliant. Please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته كتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ صدق الله العلي العظيم.